سهيلة. السلام عليكم سهيلة. عليكم السلام اختي سناء. صباح الخير. صباح النور اختي سناء، البركة في راسك من جهة اختها لساك. الله يبارك فيك، تألمنا معك بزاف والقلب على القلب. الله يبارك فيك سهيلة، وكان ندعيو من الله العلي القدير دائما انه يسكنها فسيح الجنات ديالو، وانه يلهم الصبر والسلوان الام ديالها والابنين ديالها والعائلة كاملة ان شاء الله. شكرا لكم كثير. امين. قول لي سهيلة، قول لي عندي مربة الليمون و... أيه؟ يعني نفس الطريقة بين مربة الليمون والفرز بحال بحال. واخا نفس الطريقة، إذا هادو غناخدو من عندك إذا الكونفيتور ديال الليمون أو البرتقال، لأن الليمون في الشمال هو الحامض، إذا البرتقال وديال الشفر الصفرجل بسم الله من مكناس والريحة مكناس. كاينة شي شتا؟ ما كاينش تسعة، شويه ديال البرد وشويه الغيام. وحنا هنا في الدار البيضاء البارح تبارك الله طاحت الامطار مزيان. ايوا تبارك الله، الله يعوم علينا ديما الخير وتكون الشتا على قد النفع وما تكونش ليها مضره بالناس الاخرين. امين يا رب العالمين امين. تفضلي سهيله. غادي ناخذ كيلو ديال البرتقال ومعاه نص كيلو السنيده. إذا مثلا إلا درتي كيلو ديال ديك الفاكهة ديري نص كيلو ديال السكر. أيه ولا درتي جوج كيلو ديري كيلو، لا والسكر كيبقى على حسب الذوق، يمكن لك تزيدي تحلي يمكن لك تنقصي على حسب كل واحد شنو كيبغي. تنديروهم في الكوك، تنقشرو البرتقال بطبيعة الحال نقطعوه طريفات صغار متوسطين. ما كتخليهش بالقشور ياك؟ لا كنخليه أبخي عاوتاني كنصفيه بواحد الحكاكة، ما عرفتش انا حنا عندنا ما عرفتش شنو كيقولوا لها. لا دابا غير باش نتفقوا سهيله، دابا الليمون اذا السيده تغسلوه مزيان وتقطعوه على جوج ولا على اربعه؟ لا ما كيتنقى ما كيبقاش مقشورو. اذا كيتنقى، هذاك الشيء اللي سولتك. كتقشري؟ لا ما كيتحب لي الزلده الدخلانيه واش تتحيد ديالها حقا؟ لا 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 انا كنهضر على القشور. لا كيتحيدوا بطبيعه الحال. اذا كتقشريه وكتقطعيه اطراف اطراف وديريه في الكوكوط وتزيدي عليه ديك السكر ديال كيلو ولا على حسب اللي بغيتي انتيا. وتخليه تصفر عليه الكوكوت شي ثلاثه صفيرات هكاك بيد ما تحسي به طاب. عاوتاني كتحيديه كطحنيه في هذيك الطحانه اللي كتصفي داك القشور كيهبط غير شي الاخر. نعم. لا عرفتي انا ما عرفتش شنو سميتها، حنا عندنا كنديرها في الدار ما عرفتش شنو سميتها، راه كانت شحال هذي قديمه كعيب اليد. عاوتاني كديري في شي كاسرونه وطحنيه كيما قلت لك في هذيك الطحانه وترجعيه للبوطه يتشحر. شحال تقريبا د الوقت؟ بيد ما شتيه تيتقال. نعم. كي يتقال صافي راه اعتبريه مزيان. صافي راه والصفر كذلك بحال بحال، غير هو الصفر ما كيطيبش بزاف. هو راه ناقص على الليمون شويه. ويمكن لك عاوتاني الصفرجل تنسميه بشويه ديال القريفه الا بغيت. غادي يجي رائع. والصفرجل السيده ما يمكنش تقشرو، خصها تخلي له طبع القشره ديالو بحال غطيبو في الطاجين. شحال طيبو في الوقت؟ لا هو لا قلت لك غتخليه هكاك بحال غيطيب مع اللحم، بحال غيطيب طاجين. تقشرو بحال هكاك بحال غيطيب مع طاجين، وزيد ليه السكر اللي بغات وتنسمو بشوية القرفة الا بغات. انا كنسمو بشوية القرفة. والقرفة فوقاش كتعمليها؟ حتى الاخر حتى كيتطحن؟ حتى الاخر حتى فين تبغي يتشحر. وعاوتاني الا بغيتي تخليه مود، انا راه كنخليه حتى يدور عليه العام العامين وكيبقى ليا. كنقبط سميتو قرعه دجاج بغطيتها غطيتها تتكون ديال القصدير ماشي تاع سميتو كليميكا. وتكون مغسوله مزيان، كنخوي فيها الكوفيتر ونسد عليه ونرجعها الكوكو تصفي عليها من باغي تصفيره وحده ونشيدها. اذا كتعقمي ديك القرعه. وهذيك الساعة تبقاي تخبيه في الفريكو ديالك فوق ما بغيتي شي قرعة تجبديها تحليها وتكمليها. أما القرعة اللي ما حليتيهمش غادي يبقاو حتى العام عام ونص. رائعة عندك هاد النصيحة، لأنه هذه طريقة باش كتحيدي نهائيا ديك الهواء من هذيك القرعة. في نفس الوقت كتكون معقمة مزيان وما فيهاش الهواء اللي غادي يخسر هذاك الكونفيتور. لا ما تخسرش، لا عقمتيها هكا ودرتيها في الكوكوط ما تخسرش. نعم وشكرا لك كثير سهيلة. شكرا لك خاص اختي سناء وكاع الطاقم اللي معك والسيد اللي استقبلني. الله يبارك فيك.
سميلي على الميمة. هاد اليامات ما بقيناش شفنا كتضحكي بزاف. ايوا هاد الظروف وكان نتمنوا ترجعي لنا كيف ما ان كنتي شاء شحال الله هادي ان شاء الله. ويرجع عائلتك شويه، واخا هذاك الشيء ما كيتنساش، الواحد كيبقى عنده داك الشيء في القلب بالذكريات وكل شيء. اكيد. ايوا نتمنى لك اختي سناء كل خير، وبغيت واحد الله يبارك فيك. تفضلي. طلب الاخ عيمة.